مرحبا، ما دامك وصلت لهذا الفيديو فأنت شخص مهتم، يدير صفحة الفيسبوك وصفحة الإنستغرام الخاصة بنشاطه التجاري بشكل كامل. هذا الإشي بتضمن إعداد ونشر المحتوى المقروء والمتعلق بالصور، التفاعل مع الجمهور، إنشاء البصمة البصرية، إعداد الإعلانات الممولة، القيام بعملية الترويج وغيرها. أنت شخص عنده بزنس لسه بمراحله الأولى، ما في داعي تتكلف مصاريف زيادة وتتعاقد مع شركة تسويق أو خبير تسويق للقيام بكل هاي الأمور. كمان ما في داعي تضيع وقت من خلال محاولة التعلم الذاتي والتجربة والخطأ. أفضل شخص ممكن يروج لخدماتك أو منتجاتك هو أنت. وهلأ خلونا نحكيكم عن محتوى الدورة الفن. دورتنا بتنقسم لقسمين، القسم الأول هو التصميم الجرافيكي والقسم الثاني الترويج من خلال منصتي الفيسبوك والإنستغرام. لو بلشنا مع القسم الأول لنتعرف شو رح نأخذ فيه. رح نتعلم عدة شغلات، من أهمها كيفية استخدام برنامج الفوتوشوب والأدوات التصميمية اللي فيه لنصمم ما يلي: لوجو، غلاف لصفحتك، صور المنتجات أو الخدمات اللي بتقدمها، بالإضافة للبصمة البصرية رح نتعرف شو هي، شو أجزائها، وكيف ممكن نعملها بأنفسنا. خلونا ننتقل للحديث عن القسم الثاني من دورتنا يلي بيحكي عن التسويق والترويج من خلال منصتي الفيسبوك والإنستغرام. رح نتعرض لمحاور كثيرة، من أهمها شو هو التسويق؟ شو الفرق بينه وبين الترويج؟ شو يعني خطة تسويقية؟ كيف ممكن أبني خطة بدون تكلفات وتفاصيل ما إلها داعي وبشكل فعال وقابل للتطبيق؟ شو هي استراتيجية التسويق بالمحتوى يلي معظمكم سمع عن هاي الاستراتيجية أو عن هذا المصطلح؟ كيف ممكن أستخدمها بشكل فعال في البزنس الخاص بي؟ ثم راح نقوم بإنشاء صفحة فيسبوك وإنستغرام، راح نقوم بتطبيق استراتيجية التسويق بالمحتوى بشكل فعلي من خلالهم. طبعاً الصفحات هاي راح تكون تم إنشائها بغرض البيع، بيع منتج أو خدمة لجمهور ما. راح نركز على الفيسبوك خلال الدورة، راح نحكي ليش إحنا ما نركز على الفيسبوك خاصة عنا بالأردن. ثم راح نقوم بالانتقال لعملية تصميم الإعلان الناجح يلي بتقوم أصلاً على الجمهور المستهدف وعلى الخدمة أو المنتج يلي عم بقدمه. أيضاً راح ننتقل للحديث عن الميتا بزنس سوت، مدير الأعمال بشقي البيرسونال أكاونت والبزنس أكاونت، راح نركز ونشتغل على البيرسونال أكاونت. راح نحكي عن شغلات أخرى كثيرة زي الحملات الإعلانية، أنواع الاستهداف وطرقه، الجماهير، طرق الدفع وغيرها. طبعاً كل ما سبق ضمن إطار عملي تطبيقي، وكل إشي راح يتم من خلال الدورة. بالنهاية راح تكون شخص قادر على إدارة البزنس الخاص فيه تسويقياً بدون أي مساعدة خارجية.